الثلاجة العجيبة بسعة 50 لتر تشتغل معك على كهرب السيارة وكهرب البيت وتحفظ الثلج أكثر من 3 أيام. أهم ميزة سعتها الكبيرة 50 لتر اللي تأخذ أكثر من 3 كراتين موية. طبعا سبق ضربناها لكم يوم ثلجنا الموية وصورناها 3 أيام وباقي فيها ثلج. طبعا تأخذ 3 كراتين موية أو تقريبا ذبيحتين صغيرة. ما شاء الله تبارك الله. الباب حقها بنظام قفل بحيث أنه ما يلعب معك في الخط مع ردميات وغيرها. وطبعا فيها تبريد وتثليج إلى -20. وطبعا استهلاكها جدا قليل اقل من 45 واط، يعني تشغلها على موتورك بدون بطاريه اضافيه. وطبعا تجي بهيكل متين وقوي ومقاوم للخج مع امكانيه اضافه شنطه اضافيه تفصيل حسب الطلب لكل عميل حسب احتياجه. وفيها انماط الايكو والماكس او اني اختار موضوع حمايه البطاريه بحيث اني اذا ابغى شغل الثلاجه على البطاريه واخاف انها تفضي البطاريه علي، لا اختار نظام الاولويه للثلاجه او للبطاريه بحيث اذا البطاريه السياره تبي تفضى تفصل الثلاجة من نفسها واقدر وقتها ادق سلف بكل اريحيه. طبعا فيها نظام جدا جميل تميزنا فيه في ثلاجاتنا اني اقدر افك الباب واقلبه للجهه الثانيه اذا صار المكان عندي بسيارتي غير مناسب، بصير القفل عندي من هذه الجهه. طبعا كوبسر بشركه ال جي الكوريه وبضمان 2 سنين استبدال من العجيب والغريب. حياكم الله. طبعا عندها مخيم وحب اشغلها على الطاقه الشمسيه، تشغلها لك بأقل من 1000 ريال 24 ساعة.